شوية من كتاب أبو يعقوب الرفاعي وسير ومساعي في أحزاب أوراد السيد القوث السيد أحمد الرفاعي ساكن أم عبيدة بالعراق، وتأليف ألفه السيد إبراهيم الراوي خادم السجادة الرفاعية في بغداد العراق، والوالد سيد ساشم السيد أحمد الرفاعي سوى له فصل كامل، وهذا هو أبو يعقوب شق شقوق ما التخيط، وهذا موقعه. سألني ذيك اليوم واحد من عيال الأخ مشاري العدواني عن الخلوة، فلقيت له بالكتاب اللهم سيهدي الوالد، شوفوا من إنجازاته عشان تعرفون أن الناس، الوالد كان يقول كن إنما المرء حديث بعده فكن حديثا طيبا لمن وعاه، فكان السيد سوى باب ذكرنا رحت طبعناه عند الحافظ وغيره، شوفوا هو ضاف عليه يعني أحيا مجدد جدد، شوفوا السيد مو قاعد كذي حفي السيد أحمد الرفاعي وحاط ريل على ريل، مجدد كان يعني. المهم الخلوة نقرأ لكم إياها جاي شهر محرم، يقول وأما بعض ساداتنا الصوفية فإنهم ألزموا المريد السالك ترك جميع الشهوات وقدر الإمكان فضلا عن ترك اللحم والأدهان، وقال العربي لا سهر ورد قد سر في عوارفه، وأما قوت من في الأربعينية والخلوة الأولى أن يقنع بالخبز والملح. وقال الغزالي رحمه الله في الإحياء في الوظيفة الثالثة وأعلى الآدم اللحم والحلاوة وأدناه الملح والخيل ووسطه المروقات أو المروزات بالأدهان من غير لحم. الله ومعادة سالك الطريق الآخر امتناع عن الأدام على الدوام امتناع عن الشهوات ترك الأكل الله ذو الروح والرياضات فالحياة المحافظة على سبب الحياة. الله أنا بشوف وين الخلوة. عائشة رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتي علينا 40 ليلة ما يوقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار. سبحان الله هو سيد العرب والعجم. أنا بس بشوف أكو صفحة لقيت الوالد شافسها ما أدري أحد. إحنا الخلوة. قال البوصيري الله والنفس كالطفلي. وحدة عن الخلوة. أنت دشيت بخلوة يا المطني. يا الأسلمي. انت دخلت خلوة لوكمان خلوة كان بابا هو اللي يودينا عند واحد فلسطيني بالنقرة مسوي خلوة. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه صوفي لا يوافي القيامة عمل بر افضل من ترك فضول الطعام اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم في اكله وفي حرص اختيار كما تدل عليه حديثه الشريفة والآثار. كان كل شيء بيده. انا شفت الخلوة سبحان الله. قال نختمها لكم. قال جعفر بن حميد أجمعت العلماء والحكماء على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم. يا رب الله يجعلنا الله يجعلنا من المتواضعين. قل آمين قل آمين قل آمين يا أخوالد.